بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، يسعدني ويطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي سوف نتناول فيها موضوع الكتاب، وذلك بمناسبة حفل توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفائزين بجائزة معرض الكتاب العربي، جائزة طبعا معرض الكتاب العربي الخاصة بالمعرض 11 والمعرض 12. أخواني المشاهدين، في هذه الحلقة سوف نتحدث عن نبذة تاريخية عن الكتاب والكتابة عبر الأزمان وتطورها، وأيضا أنواع المواد المستخدمة في الكتابة. أيضا سوف نتتبع مراحل ولادة الطباعة أو الكتاب في الكويت، ونأخذ مطبعة كنموذج في مراحل ولادة الطباعة. سوف نتحدث عن معرض الكتاب العربي وتطوره منذ نشأته إلى اليوم. أيضا نلتقي بالفائزين بجائزة معرضي الكتاب 11 و12 التي تقدمها مؤسسة الكويت التقدم العلمي سنويا من خلال معرض الكتاب العربي الذي تقيمه طبعا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. أخوان المشاهدين، بالنسبة لطبعا الإنسان عندما اخترع صورة الحرف، بعد ذلك ولدت الكتابة ثم الحضارة، فإن تراث أي دولة أو أمة هو ما تملكه من تاريخ عريق وحضارة قديمة وآثار ومقتنيات ثقافية، قد تكون في صورة كتاب أو مخطوط أو تمثال منحوت أو نقش على جدار أو حفرية تحكي تاريخ وحياة أجيال عاشت طبعا في الماضي، ليكتشف الإنسان الآن تلك الحضارات والتاريخ والتراث. طبعا كل هذه الأشياء لها أهمية كبرى ولها فائدة كثيرة في حياة الأمم، ويستفيد الإنسان من تلك المعارف والعلوم، معرفة حياة الآباء والأسلاف التي عاشت في الأزمان التي سبقتنا. أيضا هناك الأنواع المختلفة التي عاش الإنسان واستطاع أن يدون المعرفة عليها. المخطوط، يعتبر المخطوط طبعا من أهم تلك الأشياء التي احتفظ ودون الإنسان بها الحضارات أو المعارف من خلال مختلف علوم المعرفة. المخطوط يمثل جانبا مهما من الجوانب المضيئة لهذا التراث القيم بما له من انتشار واسع وتاريخ قديم. أيضا نظرا لسهولة التدوين قياسا بالنقوش التماثيل أو الأحجار أو الوسائل المختلفة الأخرى للتدوين، نظرا لسهولة الكتابة على المخطوط، لجأ الإنسان إلى الكتابة على المخطوط قديما. في الجاهلية طبعا قبل الإسلام، كان الإنسان يعيش ويموت دون أن يترك أثرا أو فعلا عن آماله وحياته وتراثه وعلمه ومعرفته، وعندما يموت الإنسان يضيع كل شيء دون أن يترك أثر للحياة اللي عاشها. فالتراث هو تراث كل ما يتركه الإنسان أو يتركه أسلافنا من ثمار عقولهم في مختلف علوم المعرفة التي تخدم حياة الإنسان. أما بخصوص تعريف المخطوط، فهو كل ما كتب بخط اليد، سواء رسالة أو وثيقة أو عهدا أو كتابا أو حتى نقشا على حجر أو رسما على قماش. بداية التدوين عند العرب، كانت حياة العرب في الجاهلية تعتمد على الذاكرة في حفظ وتسجيل التراث والطبيعة طبعا، ونظرا لطبيعتهم المتنقلة وحياتهم البسيطة ولعدم معرفتهم بالكتابة، كان يتعرض هذا التراث للتشتت والضياع بعد موت الناس اللي كانوا عايشين في تلك الفترة. وبعد الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام شرقا وغربا وتأثيرهم طبعا بالثقافات الموجودة، من أهم الثقافة اليونانية والثقافة الفارسية، وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن دونوا القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه. والحكمة من ذلك خشية من أن يختلط الوحي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء نزول القرآن. كانت الكتابة طبعا تمر بمراحل مختلفة عبر الأزمان. فأولا كان طبعا النوع الأول كانوا يكتبون على سعف النخيل ورقاق الحجارة وعظام الحيوانات المختلفة. أول كتاب عربي هو جمع وطبعا كتب ودون كامل هو القرآن الكريم.
أما بالنسبة للمخطوط فهو طبعا كما ذكرنا كل ما يكتب بخط اليد ويشمل على تراث علمي يكتب. طبعا هناك أيضا مواد يكتب عليها، أيضا مواد يكتب فيها اللي هو مثل الحبر وغيره، أدوات يكتب بها اللي هي الأقلام، وأيضا هذه أنواعها متعددة مثل قلم البوص، قلم الخشب، وأيضا من العظام، وأيضا قلم الريش، أنواع مختلفة كان يكتب عليها الإنسان قديما في شسمه المخطوط القديم. لنتطرق بشيء من التفصيل ونعرض بعض النماذج اللي لها علاقة بالمواد اللي يكتب عليها الإنسان قديما وتطورها عبر الأزمان. كان يكتب بالبداية كما ذكرنا على السعف أو جريدة النخل، جريد النخل، ويكتب عليها بعد جفافها ونزع الخوص منها. أيضا كان يكتب الإنسان على الأكتاف والأضلاع وهي عظام الكتف والضلوع في الإبل والأقنام. أيضا هناك اللخاف وهي الحجارة الرقيقة البيضاء. المهارق، المهارق أيضا كان يكتب عليها، مفردها مهرق وهي صحيفة بيضاء من القماش. أيضا لجأ الإنسان قديما للكتابة على الجلود، والجلود منها أنواع متعددة، منها الرق وهي الطبقة الداخلية الرقيقة من جلد الماعز والغزال، ويطلق عليها أحيانا البرجامين. أيضا هناك البارشمنت، نوع من الجلد أكثر سمكا من الرق، وغالبا ما يكون من جلد العجول الصغيرة. أيضا الأديم والغيظم، عبارة عن جلود حمراء وبيضاء صالحة للكتابة لكنها أقل جودة من الرق والبرشمنت. وظلت تلك الأنواع موجودة ومنتشرة في عصر الجاهلية وامتدت للعصر الإسلامي، حيث جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق على جلد الرق. كما ذكرنا هي طبعا الطبقة الداخلية الرقيقة من جلد الماعز والغزال، هي طبعا كتب عليها وجمع عليها قرآن. أيضا هناك أنواع مختلفة مثل أوراق البردي، أوراق البردي طبعا يصنع من نخاع نبات البردي. أيضا هناك الورق، الورق أول من اخترع الورق الصينيون عام 1905 للميلاد، وانتقل منهم إلى العرب عام 751 عن طريق سمرقند، حيث كان العرب يحتلونها في ذلك الوقت، ونقلوا منها صناعة الورق إلى بغداد ثم الشام وفلسطين والمغرب العربي والأندلس، وثم انتشرت من خلال الأندلس إلى بقية أوروبا وأمريكا. تكون الورق طبعا من السليلوز وهو المكون الأساسي للورق، وتقدر جودة الورق على نسبة السليلوز الداخلة في تكوينه. وهناك مواد أخرى تدخل مع السليلوز في مكونات الورق وأهمها اللجنين، فالورق يصنع من ألياف نباتية. عزيزي المشاهد، طبعا هناك أمامنا مخطوطات، هذه المخطوطة ترجع لسنة 40 قبل الميلاد، وهذه المخطوطة من ممتلكات مكتبة الدكتور يوسف فرحان دوخي. الدكتور يوسف دوخي يمتلك مخطوطات كثيرة ومنها هذه المخطوطة، وهي مخطوطة يونانية الأصل لديموقراطيوس لسنة 40 قبل الميلاد، وهي عن فهم الحياة، تتكلم عن فلسفة الحياة وفهم الحياة. هذه المخطوطة مصنوعة ومكتوبة، هذه المخطوطة على ورق البردي البوص أو الورق البردي نفسه كما ذكرنا، نبات البردي. هذه المخطوطة واضحة أمامنا، نستطيع أن نراها مكتوبة باليونانية وترجع لسنة 40 قبل الميلاد. نعم، هذه أيضا الجنب الثاني، هذا الغلاف الأخير مكتوبة. نعم، هذه مخطوطة قديمة جدا وقيمة من مكتبة الدكتور يوسف دوخي. أيضا هناك مخطوطات أخرى مثل هذه المخطوطة اللي أمامنا، هذه مخطوطة من اليابان، الجابان أو اليابان، اليابان، والمخطوطة هذه مكتوبة على ورق الحرير، عبارة عن قصة يابانية مكتوبة على ورق الحرير، قديمة جدا من أيضا مكتبة الدكتور يوسف دوخي، وتحتوي على رسومات أصلية ونادرة جدا. هذه هي المخطوطة نفسها، نستطيع أن نرى الرسومات القيمة التي في هذه المخطوطة. أيضا شوف هذه الرسمة لأمامنا عزيزي المشاهد، من رسومات القيمة في المخطوط.
هذا نوع من أنواع اللي ذكرناه طبعا اللي هو القماش أو الحرير اللي كان يكتبون عليه. أيضا كما ذكرنا الجلد، الجلد كان أيضا من الأشياء المهمة. هذه المخطوطة أيضا مخطوطة من مكتبة الدكتور يوسف دوخي، ومخطوطة قيمة جدا ترجع لأحد العلماء العرب، وكان هذا العالم هو تلميذ الرازي، الطبيب الرازي. طبعا هذا هو التلميذ الرازي، وتظهر هذه الصورة فيها مخطوطة طبية تشرح كيفية هذا هو طبعا الطبيب الرازي جالس، هذا هو الطبيب الرازي جالس هنا في شسمه أمام مكتبه، وأيضا هنا الأدوات المستخدمة في التشريح. أيضا لنرى نماذج أخرى من هذا المخطوط نفسه، والمخطوط هذا طبعا مخطوط على ورق أو الجلد نفسه على الجلد. هنا طريقة العلاج، الطب العربي، الطب العربي نعم القديم، طريقة العلاج، كل هذه هي طبعا مخطوطة على جلد كما ذكرنا من جلود الماعز والحيوانات اللي موجودة، مخطوطة طبية. في أيضا في ختام المخطوطة أيضا واضحة أنها مطبوعة على جلد. هذه نموذج طبعا هاي من مكتبة الدكتور يوسف دوخي، أحد المخطوطات القيمة اللي موجودة. هذه أيضا مخطوطة من قصة سلوان المطاع، هذه مخطوطة إعادة طباعة، أعيد طباعتها بشكل جيد وشكل أنيق جدا. هذه المخطوطة أيضا لسلوان المطاع، كتاب سلوان المطاع، فيها أيضا لوحات بالذهب وأيضا لوحات قيمة، في الإضافة إلى الواضح إلى خط اليد. وهذا هو طبعا اللي في آخر الصفحة هو الكعب، وهو هاي الكلمة تبدأ بها الصفحة المقابلة، لأن قبل في قديما ما كان في ترقيم الصفحات، فلو ذهبنا إلى أي صفحة من الصفحات اللي موجودة في المخطوط لوجدنا أن على سبيل المثال هنا مكتوب مثلا الصنعة في نهاية هذه الصفحة، الصنعة تجدها في بداية الصفحة الأولى. وهذه أيضا تحتوي على لوحات قيمة، نستطيع أن نعرض مثل هذه اللوحة اللي موجودة. نلتقي مع السيد صقر المعوشرجي مدير مطبعة الخط ليعطينا فكرة عن مراحل ولادة الكتاب في الكويت والمراحل التفصيلية داخل المطبعة، من بداية التصميم أو الفكرة إلى نهاية ولادة الكتاب داخل المطبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمر مرحلة طباعة الكتاب في 6 مراحل الحقيقة. تبدأ في عملية الصف على الكمبيوتر، وكان في السابق طبعا صف على بطريقة الجمع اليدوي، وكانت تأخذ وقت طويل الحقيقة. أما الآن فالحروف الحقيقة تصف على الكمبيوتر، وموجود الحقيقة عدة قياسات مثل لو تشوف هنا الحرف اللوتس الأبيض، وعدة حروف منه مثل عندك البنط 12 وبنط 14، وفي الحقيقة عدة نماذج من هذه الحروف. يختار الحرف. أي نعم مقاس الحرف، وعدة أحجام الحقيقة ممكن نستعمل لرأسية الكتاب، ممكن نستعمل لداخل الكتاب الحروف العادية. والحقيقة هذه تمر كانت في السابق تأخذ وقت طويل على الصف اليدوي، أما الآن بالكمبيوتر تأخذ يعني بضع ساعات إذا كان الكتاب الحقيقة يعني كبير، وعملية الصف فيه يكون أسهل وايد من ما كانت عليه السابق. بعد هذه المرحلة ينتقل إلى مرحلة الإخراج، وهي مرحلة الحقيقة وضع وتصميم معين للصفحات حسب ما يطلبها المؤلف أو الناشر، وهي تعتمد الحقيقة على نوعية والألوان المطلوبة للكتاب اللي راح يصف وراح يطبع. وعادة تكون هذه العملية مرتبطة بذوق الكاتب أو بذوق المؤلف، وهي حقيقة تمر بعدة طبعا مراحل. أولها تنحط الصورة الأولية أو المبدئية لطريقة إخراج هذا الكتاب، بعدها تنعرض على المؤلف، وتكون في بروفة أولى وبروفة ثانية، إلى أن يصل إلى في النهاية إلى الكتاب أو الطريقة اللي يبيها بالضبط الإخراج هذه.
بعدها ينتقل إلى مرحلة المونتاج، وهي الحقيقة من المراحل الدقيقة جدا اللي يجب أن يكون الكتاب يمر فيها براحته وبهدوء، لأن هي بالأخير تضع الصور والصفحات وترتيبها وتسلسلها حسب ما هو مطلوب الحقيقة في عملية الطباعة. بقى عملية الإخراج هم تتضمنها عملية فرز الصور، إذا كانت هذه الصور ملونة أو عادية يجب أن تبعث إلى جهاز الفرز ويفرز منها الأربع الألوان المطلوبة. من بعدها توضع على شكل صفحات كبيرة وتذهب إلى المرحلة الرابعة أو المرحلة الثالثة، وهي عملية التصوير اللي تابع لعملية المونتاج. يصور هذا الكتاب ويتحول إلى عملية البليتات اللي هي الزنك اللي بالأخير يذهب إلى عملية الطباعة. وهذه المرحلة هم مرحلة دقيقة جدا، لأن يجب أن يكون صفحات نظيفة ومرتبة حسب الأصول المطلوبة. ثم ينتقل إلى عملية آخر عملية، وهي العملية الخامسة. طبعا العملية الرابعة هي عملية تصوير البليت اللي هي تابعة لعملية المونتاج. بعدها يذهب إلى عملية الطباعة في على المكاين، وهذه هم عملية دقيقة تحتاج إلى طباع ماهر ودقيق، يضع اللمسات الحقيقة والألوان ويجهز الخلطة مالت الحبر بالكامل تكون حسب اللون المطلوب. من بعدها يبدأ بعملية السحب، وهي عملية روالي يعني بسيطة نوعا ما، إذا جهز كل الأمور حسب المطلوب، خصوصا الزوايا مالت البليتات والزوايا لعملية اللي هي مواكبة لعملية المونتاج حسب الإشارات اللي يحطونها. عقب عملية الطباعة يروح الكتاب إلى عملية الطوي في الطواية، أساس أنه يرتب هم الصفحات مثل ما جت هي في المونتاج، يعني ترتيبها 1 2 3 حسب ما هو مطلوب في المونتاج. بعدها ينتقل إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التجريد، وهذه هم مرحلة يعني حسب ذوق وطلب وقياس الكتاب. ممكن يكون التجريد كعب وهذا يمشي على الماكينة مالت التجريد، ممكن أن يكون التجديد بسيط جدا وهو عبارة عن يسمونه تجديد السلك مثل المجلات العادية. هذه حسب مثل ما قلت لك نوعية الكتاب المطلوب ومادته. والعملية الأخيرة هي طبعا عملية التجديد، هي تتطلب الحقيقة هم نوع من الدقة، لأن الكعب إذا كان ما هو مضبوط على الرجسترات ولا هو منسق هم بالأخير يترك يمكن عملية الطباعة إذا كانت العمليات اللي سابقة كلها. فعملية التجديد هم عملية مهمة الحقيقة. بعدها يذهب إلى عملية التريش أو المقص، وينقص على 3 زوايا الرئيسية ما تفتح الكتاب أساس تكون صفحات حرة مفتوحة كلها. وهاي تقريبا يعني بشكل مختصر عملية مراحل الكتاب أو ولادته من دخوله إلى أن يخرج. والحقيقة تأخذ وقت طويل وتأخذ جهد من 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 العمال داخل ومن خاصة قسم المونتاج اللي يعتبر القسم الرئيسي في المطبعة. عزيزي المشاهد، نلتقي مع الدكتور سليمان العسكري الأمين العام بالنيابة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت. الله بخير دكتور سليمان. يا أهلا، جزاك الله بالخير. أهلا، نرحب فيك في هذا اللقاء السريع. ودنا لو تعطينا فكرة عن صناعة الكتاب في الكويت والحركة التجارية بشكل عام. في الواقع الكتاب في الكويت بدأ منذ فترة يأخذ مكان وحيز جيد في عملية النشر، ولكن يعني لو قصنا الفترة الزمنية الطويلة التي نستطيع أن نؤرخ لها كبداية تجارية لصناعة الكتاب في الكويت، ممكن أن نحددها بين حوالي 20 سنة. هذه المسيرة الطويلة لصناعة الكتاب في الكويت من تأليف ونشر وتوزيع، أنا في اعتقادي بطيئة، يعني نتائجها بطيئة. لحد الآن لا نعتبر أن الكتاب أصبح وسيلة أو قصدي مادة تجارية. يعني بالكويت عندنا في الكويت إذا شفنا تركيبة المجتمع الكويتي أو تركيبة الكويت الواقع وموقعها، يعني هي بلد تجاري سواء قديما أم حديثا، تبقى هي بلد تجاري، حلقة وصل وتوصيل بالنسبة للحركة التجارية العربية والعالمية
حتى في أقدم العصور كان الممر ممر تجاري مهم. الواقع بالنسبة لصناعة الكتاب لحد الآن لم يأخذ حيزة من لم يفرض نفسه، هذه الصناعة لم تفرض نفسها في الواقع الكويتي كأحد المنتجات المحلية اللي ممكن أن تلعب دور تجاري في ترويج هذه الصناعة، صناعة الكتاب. بيروت كانت أحد الدول العربية اللي استفادت استفادة كبيرة جدا من صناعة الكتاب، وأصبح جزء من الدخل القومي اللبناني إنتاج الكتاب تأليفا وطباعة، طباعة صارت في صناعة طباعة متقدمة جدا. في رأينا أن الكويت تستطيع أن تلعب هذا الدور سواء الآن، يعني لا أقصد أن هي على لأن بيروت وضعها أو لبنان وضعها سيء الآن في هذا المجال، أنا أقصد حتى إن شاء الله بعد عودة لبنان إلى وضعها الطبيعي ممكن أن تلعب الكويت دور جيد في صناعة الكتاب العربي. والحمد لله إحنا عندنا الآن ركائز في صناعة جيدة، في مطابع جيدة، في إنتاج محلي جيد من قبل المؤلفين في كل المستويات. الجامعة الآن بدأت تنتج إنتاج ممتاز. نستطيع الحقيقة أيضا بالإضافة إلى الجو الديمقراطي المفتوح في الكويت اللي يسمح بحرية جيدة للمؤلف وللناشر، حرية القلم، حرية نعم. القلم نعم. فالكويت مؤهلة موقعا نعم. وإمكانيات وجو اجتماعي وسياسي أن تكون من البلاد العربية الصانعة للكتاب نعم. وأن تكون مركز تجاري أيضا للكتاب، وهذا مهم الحقيقة. أنا يعني أتوجه أيضا للذين دخلوا صناعة الكتاب واستثمروا أموالهم في صناعة الكتاب سواء في الطباعة أو في النشر أو في التوزيع نعم. أن يعني ينظرون من هذا المنظار حتى يتمكنوا من تطوير هذه الصناعة، تطويرها والارتقاء فيها نعم. وهناك طبعا دور للدولة لا بد، يعني في كل بلاد العالم صناعة الكتاب تحتاج إلى دعم متواصل من الدولة، من الدولة بأجهزتها كلها، من خلال الدعم المالي، من خلال الحماية، لابد من حماية الكتاب. يعني الكتاب المنتج في الكويت يجب أن ننظر له كأي سلعة كويتية مصنوعة في الكويت. وضعنا إحنا حماية لصناعة الأثاث، وضعنا حماية لصناعات كثيرة، منتجات محلية. يجب أن نحمي أيضا صناعة الكتاب، وليس بمنع الكتاب العربي من الدخول، إنما بدعم، بتقديم دعم بين فترة وفترة مالي وتشجيعي وتسهيل للكتاب حتى ينمو، حتى يخترق الحدود ويطلع يروح البلاد العربية، يخترق أسواقها ويأتي بمردود جيد للصناع الكتاب المحلي. طيب دكتور سليمان، أنت جريتني سؤال مهم يطرح نفسه على في خلال هذا البرنامج أيضا، ما أدري السؤال هو دور المجلس الوطني في تشجيع سواء المؤلف أو دار النشر، وهذا طبعا جزء من صناعة الكتاب أو جزء نعم. من الموضوع الأولي تحدثنا عنه. في الواقع إحنا في المجلس الوطني أحد مهماتنا الرئيسية هو دعم الكتاب المحلي وتشجيع المؤلف المحلي وتشجيع الناشرين. إحنا إمكانياتنا لحد الآن محدودة، إنما ضمن هذه الإمكانيات نحن نقدم خدمة لا بأس فيها الحقيقة لصناعة الكتاب المحلي. تبدأ يمكن بمعرض الكتاب اللي صار لنا الآن 13 سنة نقيمة سنويا. هذا الكتاب يقدم دعم جيد للناشر المحلي والمؤلف، بحيث أنه يعني نخلق سوق لمدة 10 أيام، سوق رائجة لترويج هذا الكتاب. وأصبح معرض الكويت من المعارض العربية المهمة جدا، إذا ما كان هو المعرض الثاني في الأهمية بعد معرض القاهرة. في هذا المعرض تأتي شركات عربية كثيرة من جميع البلدان العربية، ويكون هناك تبادل كبير بين المطبوعات وبين الناشرين والمؤلفين، ويشكل حركة تعارف جيدة بين المشتغلين بصناعة الكتاب وترجمة الطبع طباعته وتسويقه. أيضا نحن بالنسبة للمؤلف المحلي نقوم بتشجيع الكتاب المحلي سواء من المؤلف الكويتي أو الكتاب الذي يؤلف عن الكويت من مؤلف عربي أو غير كويتي. نحن نقدم له تشجيع مادي،
في حدود مبالغ معقولة نسبيا، نشتري جزء من هذا الكتاب، كمية، نشتري كمية معقولة من هذا الكتاب. هذا جانب مادي ملموس، إنما هناك جانب مهم جدا أنا في اعتقادي إحنا نقوم فيه، يمكن الكثيرين لا يعلمون عنه شيء، وهو أننا نحاول أن نوصل الكتاب المحلي، عندما نشتري منه كمية، نقتني منه كمية، نحاول أن نوصلها إلى جميع المكتبات ودور الكتب ومراكز العلمية في أغلب الدول العربية والعالمية اللي لنا علاقات ثقافية معها. فبهذه الخدمة نحن نوصل الكتاب الكويتي بعد صدوره بشهر إلى هذه المراكز. نعم، نشر كتاب على الصعيد الخارجي. نشر على الصعيد الخارجي ويصبح رأسا الكتاب الكويتي موجود في هذه المراكز، وأصبح المؤلف الكويتي معروف عند هذه المراكز، ويتابعون إنتاج أول بأول. الحقيقة هذه خدمة ضخمة جدا أنا في اعتقادي نقدمها نحن للمؤلف الكويتي. ننقلها من المحلية للتعريف بالمستوى أوسع. دكتور سليمان، ذكرت معرض الكتاب. معرض الكتاب صار الآن 13 سنة، والحمد لله يعني لاقى طبعا تطور سنة بعد سنة. هذه التظاهرة الفكرية شنو رأيك فيها؟ نبدأ عن نشأتها، تطورها، وشلون يعني شو اسمه، رأيك الشخصي ورأي المجلس فيها؟ والله هو معرض الكتاب بدأ في العام 75، المعرض الأول بدأ بدون تخطيط مستقبلي، يعني بدأ أنه نعمل إحنا تجربة أولى لهذا المعرض، وكان ردود الفعل إيجابية جدا، لدرجة أن كررناه في ثاني سنة مباشرة واستمر، وكل سنة ينمو، يعني دليل نجاح نموه. يعني اللي اشتركوا في المعرض الأول للكتاب 26 دار نشر فقط، هذا العام المشتركين 155 دار نشر، يعني بعد 13 سنة. شوف التضاعف، كم تضاعف عدة مرات. يقيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرضا سنويا للكتاب العربي في الكويت خلال النصف الأول من شهر نوفمبر من كل عام، ويهدف المعرض إلى تيسير الاتصال عن طريق الكتب فيما بين القراء والمؤلفين والمترجمين والناشرين من أجل تبادل الكتب المؤلفة والمترجمة وكذلك تسويقها. تقيم طبعا أو تقدم مؤسسة الكويت التقدم العلمي جوائز باسم جائزة معرض الكتاب. جوائز معرض الكتاب العربي تقدمها رغبة في تشجيع المؤلفين والمترجمين والناشرين في البلاد العربية وفي مختلف علوم المعرفة، ولإعطاء حركة التأليف والترجمة والنشر مزيدا من الدعم. فقد خصصت مؤسسة الكويت التقدم العلمي جوائز للكتب المعروضة في المعرض، جائزة سنوية لأحسن كتاب مؤلف عن الكويت، جائزة سنوية لأحسن كتاب مؤلف في العلوم باللغة العربية، وأخرى لأحسن كتاب في العلوم مترجم إلى اللغة العربية، أيضا جائزة لأحسن كتاب مؤلف في الفنون والآداب والإنسانيات، وأخرى لأحسن كتاب مترجم إلى اللغة العربية في هذه الحقول. أيضا تقدم جائزة سنوية لأحسن كتاب مؤلف للطفل العربي، وتتضمن الجائزة مبلغ قدر 3000 دينار كويتي ودرع المؤسسة وشهادة تقديرية. وتقدم المؤسسة لناشر الكتاب الفائز بالجائزة مبلغا وقدر 1000 دينار كويتي. شروط الجائزة: يشترط في الكتاب المؤلف أو المترجم المرشح لنيل الجائزة أن يكون متميزا في مجال تخصصه، أن تكون لغتها العربية فصحى، أن يستخدم في العلوم المصطلحات طبعا أن يستخدم في العلوم مصطلحات واضحة ودقيقة علميا ولغويا، أن يكون إخراجه جيدا، أن يكون منشورا بطبعته الأولى في السنة السابقة للسنة التي يقام فيها المعرض. تمنح الجوائز بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الكويت التقدم العلمي، واستنادا إلى توصيات من اللجان المتخصصة التي يتم تأليفها لهذا الغرض. عزيزي المشاهد، في هذه الحلقة سوف نتحدث مع الفائزين بالجائزة، الفائزين بجوائز معرض الكتاب العربي 11 لعام 1985 للميلاد. فاز بجائزة أحسن كتاب مؤلف في مجال الفنون والآداب والإنسانيات كتاب شخصية مصر الجزء 3 والـ4 تأليف الدكتور جمال الحمدان ومن منشورات عالم الكتب في جمهورية مصر العربية. فاز بجائزة أحسن كتاب مترجم إلى اللغة العربية في مجال الفنون والآداب كتاب تشكيل العقل الحديث، ترجمة السيد شوقي جلال ومن منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت.
عزيزي المشاهد، كتاب الفائز بجائزة أحسن كتاب مؤلف في مجال الفنون والآداب هو كتاب شخصية مصر. هذا الكتاب من القطع المتوسط، يقع في جزئين. الجزء الأول يقع في 970 صفحة، ويقع الجزء الأول في الكتاب من هذا الجزء الثاني يقع في 970 صفحة، أما الجزء الأول هو تحدث عن الجزء هذا الجزء الرابع. الجزء الرابع يقع الكتاب الجزء الرابع القطع الوسط من تكملة طبعا 719 صفحة، من 719 صفحة، والكتاب يقع في يتكلم عن كثافة بلاد هجرة سكان مصر، أيضا يتكلم سكان مصر بين المشكلة والحل، يتحدث عن مركزية رقم الامتداد قاهرة مصر، أيضا تعداد الأبعاد التوسط والاعتدال الاستمرارية والانقطاع، أيضا يتحدث الكتاب عن بين الوطنية المصرية والقومية العربية. هذا الجزء الرابع. أما الجزء الثالث اللي يقع في 970 صفحة، هذا الجزء فيه أيضا يتحدث عن بشكل سريع يتحدث عن خريطة الاقتصاد المصري، الزراعة المصرية بين الخريطة والتخطيط، من التوسع الرأسي إلى التوسع الأفقي، مصر الصناعية، صناعة مصر، الصناعات الزراعية الأم، صنع في مصر من الصناعات الكيميائية إلى المعدنية، ثروتنا المعدنية وصناعة التعدين. هذا بشكل سريع عن الكتاب. فاز بجائزة أحسن كتاب مترجم إلى اللغة العربية في مجال الفنون والآداب كتاب تشكيل العقل الحديث، ترجمة السيد الدكتور جلال شوقي جلال، ومن منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت. طبعا الجائزة هذه من جوائز معرض الكتاب العربي 11 لعام 1985 للميلاد. نرحب وإياكم باسمي وباسمكم بأستاذ الدكتور شوقي جلال في هذه العجالة. دكتور نهنيك ونرحب فيك في هذا البرنامج. لو تعطينا فكرة عن هذا الكتاب تشكيل العقل الحديث. طبعا الكتاب هو مترجم وأيضا يقع في 424 صفحة من القطع الصغير. دكتور ما أدري نبدأ سريعة كذي، تعطينا عن هذا الكتاب. بداية أنا أحب أن أوجه شكري إلى الكويت ممثلة في مؤسسة التقدم العلمي التي تشكل حقيقة نبض هام وحي من أجل إحياء ودعم الثقافة العربية والعقل العربي. ومن هذه الكلمة أدخل إلى الموضوع نفسه وهو عن العقل العربي. الكتاب أولا هو يتناول مرحلة تاريخية مرت بها أوروبا، وهو يتناول 5 قرون ابتداء من عصر النهضة. قد مرت أوروبا بمرحلة أزمة، والمعروف أن الإنسان في كمجتمع في علاقة مستمرة ومضطردة مع الطبيعة والمجتمع ومع النفس، ومن خلال هذه العلاقة بتتحدد أسلوبه وأداته في التفاعل في وحدته مع هذا الكيان الشامل، طبيعة أو مجتمعا أو نفسا بشري. ولكن من خلال هذا التفاعل بتكون فكر، قد يجمد هذا الفكر عند حد معين ويتصرف الإنسان من خلال هذا الفكر، وإذا اقتصر الأمر على ما توفر لديه في ذهنه من فكر فإنه يصبح أسير لهذه المجموعة من الأفكار أو الأيديولوجيا التي في رأسه. وحين تنقطع الصلة بينه وبين الواقع، بينه وبين الطبيعة، ولا تستمر حياته أخذا وعطاء معه ومراجعة لنفسه ولأفكاره، فهنا يصيبه الجنون. أوروبا في بداية عصر النهضة شعرت بهذه الأزمة، حاجتها إلى مراجعة النفس، ومرت بهذه اللحظة التي حس فيها المجموع المفكرين ومجموع البشر في أوروبا أنهم عاجزون تماما عن مواصلة السير والتفاعل مع واقعهم والسير قدما من أجل تغيير بنيتهم، وأن هناك من المشكلات الملحة التي يتعين حسمها وحلها انطلاقا للمستقبل يريدونه نفسه. هناك تغيرات في الواقع حدثت، هناك طموحات موجودة، تغيرات في البنية الهيكلية للمجتمع،
أدت إلى تغيرات في الفكر، ولكن لا يزال الفكر السلفي أو الفكر القديم عاجز أو فارض سطوته. ويكفي أن نذكر هنا أن كانت أوروبا تخضع لمن يسمى مثلا بحجة المسيحية، وهو توما الأكوين وفكره كفقيه بالدين يحدد مسار الحياة في صغيرها وكبيرها، يستفتونها في كل شيء. ولكن تغير الواقع، كانت هناك المصارف، تغيرات في مجال الاقتصاد، فسيطر اليهود على الاقتصاد والمصارف بحجة ان الربا حرام عند المسيحية. وهنا هذا مثال، ولكن تغيرات كثيرة حصلت. فمع الشعور بهذه الأزمة كان لابد من التغيير، بدأت تظهر دعوات متناقضة في محاولة لمراجعة النفس ومراجعة الفكر، منها دعوة إلى السلفية على يد مارتن لوثر مثلا وغيره من البروتستانت، والهدف منها قطع الصلة بينهم وبين فقهاء الدين والعودة والاعتماد على النفس. ثم ظهرت أيضا الحركة الإنسانية التي تؤكد إنسانية الإنسان وحاجته إلى الاعتماد على عقله، أن يكون العقل هو المرجع. وحدث التغيرات في نهر الحياة الدافق لأوروبا. أنا يهمني هنا في الواقع، إذا كان هذا الكتاب يحكي خمسة قرون مرت بها أوروبا بما فيها من تناقضات عديدة حاولت فيها أن تصحح مسارها الثقافي والفكري والتخلص من إثار الفكر التقليدي الجامد والعودة بشكل إبداعي إلى تراثها القديم، فأنا وجدت هنا ما قدر من التشابه في اللحظة التاريخية بينها وبيننا. ومن هنا كان اختياري لهذا الكتاب أيضا لكي أقدمه، نظرا لأن نعيش ما أصوره أنه أزمة في عالمنا، وأعتقد أن جوهر أزمتنا أننا نعيش زمنا عقيما مجدبا ليس فيه جديد على الإطلاق، أي أننا أسرى لقديم جامد عقيم. يعني ما في إبداع وابتكار أصدقائي؟ ما في إبداع، لأن الإبداع هو علاقة حية نابضة بين الإنسان والاجتماعيا وبين الواقع. الإبداع هو هذا الاستيعاب للواقع، فهم هذا الواقع، تفسيره، إعمال العقل فيه، ثم محاولة تغيير الواقع وإضافة فكر جديد أيضا. والإبداع هنا هو تجاوز وتمرد على أي إثار جامد للواقع. والعقل بشكل عام ليس هو ذلك الكيان الهلامي الأسطوري الذي نتصوره نحن أحيانا وكأنه ملكة مش وشركة مستوية مش واحدة بين الناس جميعا على السواء. لا، العقل هو محصلة عوامل عديدة، هي محصلة حياة الإنسان النابضة الحية في تفاعله وتناقضه مع الواقع من أجل دفعه وإسعاد، مش بس إسعاد نفسه ولكن تغيير الواقع، بناء حياته نفسها وتغيير والجديد في الحياة باستمرار باعتبار نهر الحياة متجدد دائما. هذا هو فالعقل، لأن العقل هنا في أوروبا هو أساسا المنهج العلمي الجديد الذي تيسر للعقل الأوروبي واستطاع من خلاله أن يتفاعل على هدي منهج جديد لتغيير الواقع وأسلوب يضمن لنفسه قدرا أكبر من الصواب وصولا إلى حقيقة تساعده على أن يتقدم رويدا رويدا وقدوما إلى الأمام. فاز بجائزة معرض الكتاب العربي 12 لعام 1986 للميلاد الأستاذ الدكتور شعيب عبد الله شعيب بكتاب طبعا نظم المعلومات المحاسبية ومن منشورات جامعة الكويت في مجال الفنون والآداب والإنسانيات. الكتاب طبعا من القطع الوسط، ويقع الكتاب في 448 صفحة موزعة على 15 فصل في هذا الكتاب. نرحب باسم السادة المشاهدين، نرحب فيك دكتور شعيب في هذا اللقاء. أهلا وسهلا دكتور، لو تعطينا بس طبعا نبذة سريعة عن هذا الكتاب نظم المعلومات المحاسبية اللي حائز على جائزة معرض الكتاب بمؤسسة الكويت التقدم العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر مؤسسة التقدم العلمي على الدعم وتشجيع للتأليف والنشر بالنسبة لمختلف الميادين. طبيعي الكتاب يهتم في نظم المعلومات المحاسبية بصفة خاصة. طبعا في السنوات الأخيرة ازدادت أهمية البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات المختلفة،
وزيادة أدت إلى ظهور نظم المعلومات بصفة عامة، والكتاب محاولة للربط بين نظم المعلومات ومفاهيم الأساسية لنظم المعلومات المختلفة على نظم المعلومات المحاسبية بصفة خاصة. طبعا يحاول الكتاب أن يضع بعض التجارب المحلية مع مزجها مع التجارب الأجنبية للاستفادة منها محليا. يهتم الكتاب أولا أو الجزء الأول في تصميم نظم المعلومات المحاسبية والمبادئ المختلفة، والجزء الثاني يهتم بأثر الحاسب الآلي على التطبيقات المحاسبية المختلفة والنظم المحاسبية. الجزء الأخير عبارة عن تطبيقات للدورات المختلفة في أي مشروع من المشروعات المختلفة. نعم. هذا بشكل سريع عن المحاسبة. نعم. عن الكتاب بصفة عامة. القطاع المستفيد منه طبعا. ممكن يستفيد من الكتاب المهتمين بصفة عامة، المهتمين بنظم المعلومات بصفة عامة، والمحاسبين والمهتمين في النظم المحاسبية المختلفة. طبيعي الكتاب أرجو أن يكون وفق كإضافة للمكتبة العربية، وأدى إلى إضافة واستحواذ الباحثين المختلفين في زيادة في بحث الموضوعات الخاصة بالمحاسبة وربطها في نظم المعلومات بصفة عامة. طبعا كان في تركيز على الحاسب الآلي وأثر في التطبيقات المحاسبية المختلفة، مع الإشارة لبعض الأمثلة أو من البيئة المحلية البيئة الكويتية. عزيزي المشاهد، فاز بجائزة معرض الكتاب العربي 12 لعام 1986 للميلاد، في طبعا منحة الجائزة أحسن كتاب مؤلف في الفنون والآداب والإنسانيات، مناصفة لكل من الكاتبين أولا عن كتاب موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية بين عامي 1919 للميلاد وعام 1945 للميلاد، تأليف الأستاذ الدكتور علي محضة، ومن منشورات مركز الوحدة العربية بيروت. أيضا هذا الكتاب اللي هو أمامنا، موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية من عام 1919 إلى عام 1945، تأليف الدكتور الأستاذ الدكتور علي محضة. الكتاب من القطع الوسط ويقع في 540 صفحة. يتكون الكتاب من 5 فصول. أولا في بداية هذا اللقاء نرحب بالأستاذ الدكتور علي في هذا اللقاء السريع، ونهنئك باسم السادة المشاهدين، ونرحب فيك في الكويت، بلدك الكويت. نتمنى لك إن شاء الله إقامة طيبة، ومبروك على الجائزة. بارك فيك. دكتور علي، لو تعطينا فكرة سريعة عن هذا الكتاب، هذا المؤلف اللي يقع في 540 صفحة، دقائق قليلة طبعا لا تفي حق الكتاب، ولكن لمعلومات المشاهدين، ما هو المحتوى في هذا الكتاب أو لمحة سريعة؟ أولا شكرا على التهنئة، وشكرا على كلمات الطيبة. وأود أن أقول في البداية أن هذا الكتاب في الأصل هو عبارة عن مشروع لمجموعة من الدراسات تولاها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت منذ مطلع الثمانينات، وكان الهدف الأساسي منه التعرف على مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية منذ مطلع هذا القرن حتى اليوم. وقد كلفت أنا في تلك الفترة أن أكتب عن 3 دول وفي فترة زمنية معينة، هي من 1919 إلى 1945، وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا. يعالج الكتاب سياسة فرنسا نحو الوحدة العربية. سياسة فرنسا في أيام الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، وكيف قاومت الوحدة العربية من خلال السياسة الانتدابية التي طبقتها في سوريا ولبنان، وما هو موقف فرنسا من مشاريع الوحدة العربية التي ظهرت على الساحة السياسية العربية في تلك الفترة من الزمن في المشرق العربي أولا، ثم بعد ذلك السياسة التي انتهجتها فرنسا
في المغرب العربي، خاصة في الأقطار الثلاث التي كانت تحت الهيمنة الفرنسية، وهي الجزائر وتونس والمغرب أو مراكش. وفي هذه الأقطار انتهجت فرنسا سياسات متباينة إلى حد ما تتفق، والتطور الاجتماعي والاقتصادي في هذه الأقطار بحيث كانت خلاصتها وتوجهها العام هو مقاومة الوحدة العربية، قطع الصلات بين المغاربة والمشارقة، وضع كل العراقيل في سبيل القضاء على الهوية العربية الإسلامية لهذه الأقطار. فهذا مجمل السياسة الفرنسية بشكل عام في المشرق والمغرب العربي. ثم هنالك ألمانيا، ألمانيا النازية بالطبع، التي ظهرت بمظهر آخر مختلف تماما عن فرنسا وعن بريطانيا. ألمانيا حاولت أن تتقرب من العرب، حاولت أن يعني تنفذ إلى الأقطار العربية وأن يكون لها نفوذ سياسي قوي فيها، وحاولت التقرب من الحركات القومية العربية في المشرق العربي وفي المغرب العربي. وكذلك سعت ألمانيا أيضا إلى أن يكون لها تأثير في مقاومة الوجود البريطاني والوجود الفرنسي في المنطقة هنا، واستطاعت أن تكسب عددا من الشخصيات. وما ثورة رشيد علي الكيلاني عام 1940-1941 في العراق، وانضمام عدد كبير من القيادات القومية العربية إلى هذه الثورة، إلا ثمرة من ثمار التعاون بين القوميين العرب أو بين الحركات القومية العربية وبين ألمانيا النازية. غير أن ألمانيا النازية في موقفها من الوحدة العربية وفي موقفها من الآمال والطموحات العربية كانت في الحقيقة لا تختلف عن موقف فرنسا وموقف الدول الاستعمارية الأخرى. أطماع. الأطماع نفسها. نعم. وكان الهدف في النهاية هو محاولة استغلال خيرات هذه البلاد والهيمنة والسيطرة عليها. كذلك الحال بالنسبة لإيطاليا. إيطاليا الفاشية، إيطاليا موسوليني، التي حاولت أن تتقرب من العرب منذ الثلاثينات وأن تكسب ودهم، ولكنها في النهاية كانت تطمع في السيطرة والهيمنة على المنطقة العربية. وألمانيا وإيطاليا اللتان كانتا تسميان دولتي المحور، في الحقيقة لم يعطوا العرب حتى مجرد تصريح منهما أو واحد بتحقيق مطالبهما القومية في الوحدة والتحرر. كانت كل ما هنالك توجهان أجهزتهم الدعائية نحو الوطن العربي لكسب العرب إلى جانبهم، لكسب الجماهير العربية إلى جانبهم، ولكنها في الحقيقة كان هدفها الحقيقي هو الهيمنة والسيطرة على المنطقة. في هذه الدراسة حاولت أن أبرز كل هذه الأمور من خلال دراسة الوثائق الرسمية. الوثائق الفرنسية، فقد اطلعت على وثائق وزارة الخارجية الفرنسية في الكيدرسي في باريس، ودرستها منذ عام 1918 حتى عام 1945. كذلك اطلعت أيضا على أرشيف وزارة الخارجية الألمانية من عام 1920 حتى عام 1945 في بون، وذهبت إلى هناك وصورت جميع الوثائق المتعلقة في هذا الموضوع، وهي موجودة الآن في مركز دراسات الوحدة العربية على مايكرو فيلم. ولأني أتقن اللغتين الألمانية والفرنسية فكان ذلك الأمر سهل بالنسبة لي، ولكن لسوء حظي لم أتمكن من دراسة الوثائق الإيطالية، فجاءت دراستي للموقف إيطاليا في الحقيقة معتمدة على ما وجدته من معلومات في الوثائق الفرنسية والوثائق الألمانية بالدرجة الأولى، وعلى ما كتب في هذا الموضوع من مؤلفات ومن دراسات تتناول السياسة الإيطالية نحو الوطن العربي. في نهاية هذه الحلقة نشكركم لحسن مشاهدتكم، وإن شاء الله نلتقي معكم في موضوعات أخرى وحلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.